السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة الطلاب ومتابعي مستر نجار ومنتظري مستر نجار للمراجعة النهائية للترم الأول. حبايبي بسم الله توكلت على الله، هنبدأ مع بعض خطة مراجعة الترم الأول. حبايبي سواء أولى ثانوي، تانية ثانوي، تالتة ثانوي، استلمنا كتاب المراجعة. كتاب المراجعة للصف الثالث الثانوي يتضمن 6000 سؤال. عارف يعني ايه 6000 سؤال؟ هنحله ان شاء الله في عدد قليل جدا من الحصص. الحصة الواحدة هنحل فيها 1000 سؤال، الحصة الواحدة 1000 سؤال، والكتاب 6000 سؤال. ال1000 سؤال تتضمن الآتي: تمارين كتاب المدرسة، السند بوك والورك بوك حبايبي، تمارين امتحانات الأزهر الأعوام السابقة وتركاته حبايبي الحلوين، امتحانات السنين السابقة للثانوية العامة، أفكار كتاب إكسلنت الصعبة جدا التي ولم يتفوق فيها إلا طالب شاطر جدا بإذن الله وناوي على الدرجة النهائية حبايبي الحلوين، حل كتيب المفاهيم، كل ده بإذن الله. كل أسبوع هنحل 1000 سؤال، مع على مدار الكتاب كله 6000 سؤال في عدد قليل جدا 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 من الحصص. يبقى كده حلينا مراجعة نهائية للترم الأول، وما تنساش في الحصة الواحدة 1000 سؤال. بالتوفيق، منتظركم، شد حيلكم في المذاكرة. أي حد مستواه ضعيف إن شاء الله مستواه هيعلى جدا، أي حد إن شاء الله مستواه شاطر أوعدكم بالتشبع والتفوق إن شاء الله، وهتقول يا ريت مستر نجار كان راجع لي كل المواد. شكرا وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة طلاب الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بيكم في واجب الحصة 21. شد حيلكم يا شباب، خلاص المراجعة النهائية بدأت. حبايبي إن شاء الله الواجب القادم هيبقى آخر واجب في كتاب الشرح على اليوتيوب إن شاء الله، لأن كتاب المراجعة النهائية بيتحل جوه الحصة الأساسية. هي اسمها حصة مراجعة، ولكن إحنا هنخليها شرح ومراجعة، هنشرح ونحل. يا رب وفق الجميع بإذن الله. يلا يا حبايبي على بركة الله، صفحة 306 جزء الرايتنج، الجملة 81 هتبقى بي وات شود ريفلكتيف ثينكينج ريزلت ان، بيتسبب في ايه الريفلكتيف ثينكينج؟ طبعا الريفلكتيف ثينكينج حبايبي بيتسبب في الامبروف ريسبونس، الاستجابة الافضل. تمام حبايبي، خلاص يبقى انا دايما بعمل تأمل، بعمل انعكاس عشان احسن من نفسي. اللي حضر معايا حصة الأسبوع اللي فات هو فاهم أنا بقول إيه. تمام؟ رقم 82 هتبقى سي. تمام؟ بيقول لك أي من الآتي ليس فائدة أساسية. ليس، ها؟ ليس. خد بالك، أما كلهم ينفعوا من فوائد المقال التأملي. Improve critical thinking, develop your writing skills, help with future decision making، بيساعدك على صنع القرار في المستقبل، عشان طبعا اللي هي فترة ايه؟ طبعا الفترة ما بعد ما بتأمل، زي ما احنا شرحنا بالظبط في دورة السيركل، دورة المقال التأملي او الانعكاسي. تمام؟ يبقى سي. هل احنا بنعمل مشاكل على مستوى بشكل الحياة عموما في القادم؟ خالص، مفيش كده خالص، المقال التأملي ما بيخلقش اي مشاكل. يبقى 82 سي، 83 بي. تمام يا حبايبي؟ طيب هو بي، اي جملة تنفع تأملي بي؟ هو بيقوله دايما بتساءل، دايما بتساءل، يبقى في تأمل معاه ولا لا؟ اما الاولى دي اقتراح، اما التالتة I wonder دي جملة استفهامية، لو قال انا بتساءل، اما لو قال دايما بتساءل يبقى في تأمل والوقوف على الاخطاء، يبقى بي. 84 هتبقى ايه؟ 84 بيقوله اي جملة فيها ايه reflective sentence، ايه I disagree انا لا اتفق، and would have to say وكان نفسي اقول ان شيء رائع وفرصه جميله بالنسبه لنا ان احنا ايه نتعلم ونتقدم في التكنولوجيا. يبقى ده هنا معناها انه واقف على اخطائه وعايز يغير في ريفلكتيف وفي تامل. طيب الجمله رقم 85 هتبقى ايه؟ بيقول له اي جمله تعمل ريفلكتيف. I remembered that انا افتكرت الكلام ده، لان بنتكلم على ايه؟ an experience. لو تاخد لبالك، تمام، خد بالك، طبعا اللي فهم معايا الشرح وحضر فاهم انا بقول ايه. 86 بي، اي جمله صحيحه؟ بي،
الاولى غلط عشان allowing مش هينفع I allowing. التالتة غلط allow to هي allow مفعول. الرابعة غلط allow myself المفروض to المصدر يبقى به هي اللي صح. 87 سي عادل كما هو ليفز ان اسوان كما الجمله الوسطانيه كما وكما يبقى يجوز الحذف، واذا جاز الحذف ها لا تؤثر على المعنى. الايه سي هي اللي صح. تمام كده. طيب الاولى غلط عشان جايب اسوان اسمون. الجمله 88 هتبقى سي، 89 هتبقى سي، دي تعريفات ثابته كلها في المذكره. 90 طبعا بيبقى A which of the following is not a part، ليس جزء من البادي. طبعا التعريف انتوا معايا ولا لا؟ خلاص يا جماعه الديفينيشن، الديفينيشن بيتم في المقدمه، اما ممكن اعمل مقدمه لجمل معينه ايه، فممكن الانترودكشن مقدمه جمل بتظهر في البادي، البادي باراجراف، الكونكلوجن. تمام يا جماعه؟ يبقى هنا بيقول له ليست جزء، هو تعريف الموضوع ما يظهرش في البادي. ممكن اعمل كونكلوجن خاتمه لبعض الاحداث اللي انا حكيتها في البادي نفسه. تمام؟ يبقى دي. 91 هتبقى بي. 92 الانترودكشن المقدمه. تمام يا جماعه؟ خلاص؟ يبقى جمله السيس طبعا عموما بتظهر في المقدمه اللي هي الجمله الرئيسيه. 93 طبعا دي الدوره بتاعت المقال الانعكاسي بتبقى 6 بارتس. بي 94 الاولى. تمام يا جماعه؟ ليس عنصر من عناصر الدوره. ليس عنصر من عناصر دورة المقال الانعكاسي. لو خدت بالك اختيارات كلهم من عناصر المقال الانعكاسي ما عدا الريفليكشن لان ده اسمه. 95 بي. اما بقى 96 حروف جر امباكت اون سي. 97 اي. 98 سي تيك بارت ان. 99 باي يزداد بمعدل. 100 ثينك باك لما خدناها ثينكينج باك ولوكينج باك. تمام يا جماعه؟ خلاص؟ ايه طبعا بعد كده 101 هتبقى سي تيك اكشن وختمة بكلمة جلوبال ويرمينج ارتفاع درجة حرارة الأرض. 102 whatever مهما قلنا بيجي بعدها اسم فاعل فعل أو والقاعدة اللي اتشرحت. كلمة ايشو اللي هي جاية في نهاية الجملة، ايشو قضية اللي جاية في نص الكلام وبعدها الجملة. 103 كم راوند تو هيز ايديا معناها بقول يتفق مع كم راوند تو يتفق مع افكاره. تمام يا جماعه؟ طيب كم راوند بس اكتب يزور شخص. برضو قبليها بي كم اوفر يزور. الاولانيه كم اكروس يقابل بالصدفه. في برضو كم راوند تاني كم راوند يسترد وعيه. كم راوند او كم الراوند. طيب ايه بتكتب الحاجات الملاحظات دي وتذاكرها بعد ما الفيديو يخلص. 104 كم اب ويز come up with معناها يأتي بجديد، ودي كانت في يونت 5. come up with new ideas يأتي بأفكار جديدة، هتلاقي في يونت 5 في أفعال إيه phrasal verbs. 105 طبعا إيه I see your point معناها أنا فاهمك يبقى الأولى. تمام كده؟ يبقى الأولى. 106 الأولى stressed about شعر إيه بالقلق وبالإجهاد بشأن. 107 see quality تمام يحسن من الكواليتي من الجوده. 108 سبيكينج تمام اللي هي ايه؟ طبعا البارتيسيبال كلوز اللي هي وين اي سبوك. تمام. 109 تيك. 110 سبيندينج ليد تو يؤدي الى بيجي وراها اسم. 11 بي نو اوبشن مفيش اختيارات لذلك هو اضطر درو ان يسحب كارد درو الون. 112 بي 13 الاولى. تمام يا جماعة؟ هنا بمعنى يزعج، أما الثانية يوزع. يوزع. 114 طبعا ستادي بلان أو الخطة أو طبعا تاخد ميك، ديفرنس تاخد ميك يبقى الحل ميد. ها؟ بيقول لك الاختلاف الإجابة بالنسبة لي. يبقى هنا ميد ميد في النقط. 114 جاي منين؟ من تعبير اسمه ميك ديفرنس، ديفرنس جاي بعديها. 15 فور helpful for me معاون لشخص تاخد فور. تمام كده؟ تاخد فور. طب ممكن help تاخد helpful تاخد ان اكتب. يبقى طبعا 115 تاخد فور، اما ممكن helpful اكتب تاخد ان doing something. helpful in doing something متعاون في فعل شيء. 116 into عشان divide. 117 الاخيره كلهم بمعنى تاثير.
118 الاخيره عقليا، تمام، انا ببقى نشيط جدا عقليا، تمام، في الصباح. بعد كده 119 بي طبعا، 118 119 بي، 120 بي هايلايت، I got the second highlight. هايست، طب ليه هايست مش ذا هايست؟ عشان ذا سكند اعداد، اعداد ترتيبيه، الاعداد الترتيبيه بتحذف ذات تفضيل، يبقى ناخد بي. فاكرين الاعداد الترتيبيه والابوستروف اس، يبقى ناخد بي ذا ايه، ناخد هايست مش ذا هايست، خلاص. بعد كده 121 بي اللي هي مرادف ريفرشد، يبقى تشارج يشحنه، تمام يا جماعه. يبقى هنا طبعا 121 بي، 22 بي ايفيدنس اللي هي طبعا بروف، بيقول لك there was no evidence، تمام، الكلمه اللي تحتها خط هتبقى ايفيدنس، تمام، هي بروف. 123 بي ماسيف ضخم اللي هي امنس، بي 124 الاخيره كويت وكنسل يلغي، تمام. 125 whatever مهما اسم فاعل فعل الاولى، 126 تمام فان سي هو استخدم افان مروحه، 27 الاولى ريفليكشن، 28 الاخيره الناس مش بتحب تقعد معاه ولا تديل ويز تتعامل معاه، 29 بي اكزاكتلي، 130 سي بيرفورمانس يحسن الاداء، 31 لوجيك منطق، 3 ذا بيج سي دروباك، تمام. اما دروباك اللي هي سي، اما دروباك اللي هي بي بمعنى يسحب او يسترد، 33 لوكينج باك الاخيره وده طبعا بارسيبل كلوز، 34 اي ديسايدد تو دو عشان كلمه تاسك وجوب، 135 كبت بمعنى يستمر بجراء ان جيب الاولى، 36 سي بيرر هعمل عمل افضل، تمام، من المهام الغير ساره ايه اللي كنت او انا ما كنت بفعلها، عشان كده مانج ماي تايم، خلاص يا جماعه. بيرر طبعا زان ومانج ماي تايم بيدير وقته، 37 الاخيره عشان قاعده هيلب، هيلب اوبجكت مفعول مصدر او طول مصدر، 38 ميد عشان ستادي بلان، 39 بلوج التعريف الثابت، 140 بي ست مع الارقام القياسيه، تمام، ست نمبر بي، 41 الاخيره اللي هي اي وبي، تمام، يحلل او يقيم، اما الثالثه يتحلل ويفسد، 142 بي العصف بقى ده التعريف المكتوب في المذكره، اميثود اوف، قلنا اميثود اوف بتساوي اواي اوف، 43 الاخيره اي وبي لان الاثنين مناقشات ودي بيت مناقشه بس واكثر بشكل رسمي، 44 A تمام، 45 تمام، 45 الأولى بديل تمام، مصادر طاقة بديلة، 46 B، 7 C، 48 الأخيرة تمام، A و B، 49 pros and cons تمام، يبقى الأخيرة، 150 الأخيرة قلبنا الصفحة، أهمية تمام، A و B و C، بيقول لك اتس ايه ا جود ايديا تو رايت داون، حلو قوي رايت داون، تدون كل شيء انت بتفعله هذا الاسبوع ان اوردر اوف، تمام، حسب الاهميه او الاولويه، تمام، اند سي نو تو ثينجز ذا بوتوم اوف يور ليست، طبعا ارجنسي جيم ارجنت حسب اهميه الشيء وايه وطلبه اللي هو الشيء العاجل او اهميته، فالثلاثه صح. 51 اورجنايز محتاج ان تكون منظمه، تمام، اورجنايز صفه، على الصعيد الاخر فيرب تو بي بيجي وراه تصريف ثالث لان ده مجهول، تمام. 152 هتبقى ايه ديفايدنج، تمام، لان هنا بيجرب وهيرى، تمام، بيقسم الوقت. 53 جوت ماي سيستر تو تايدي، دي اللي جات لك في الامتحان الاسبوع اللي فات بمعنى يقنع، يبقى الاخيره جت عاقل طول مصدر يقنع، 154 الاخيره بروس اند كونز، 55 بي بوزيتيف اسبيكتس مجالات ايجابيه او ايه انواع ايجابيه من التكنولوجيا، 56 ليد تو يؤدي الى،
57 سي هاويفر تيجي اول الكلام بعديها صفه او حال. 8 هوم ريتيرن هوم جو هوم تمام بتبقى من غير حروف جر. 59 يبقى 58 بي. 9 الاخيره كلمه ان سبايت اوف وديسبايت بينهم سينينم مرادف الاخيره لان الاثنين على الرغم منه. 60 هتبقى تمام نيفر ميكس. طب ليه نيفر ميكس؟ هو عمل سؤال مزيل مثبت يبقى الكلام ماله منفي. طب المنفي مين؟ نيفر ميكس مش نيفر ميد عشان عمل سؤال مزيل مثبت على المضارع البسيط. قبل كده شرحنا السؤال المزيل واحنا بنحل تمارين. داز هي لو الجمله منفيه نحل احنا بالاثبات ولو الجمله مثبته نحل احنا بالنفي. اكتب الحاجات دي وده اسمه السؤال المزيل الكويشن تاكتا كويشن تمام حبايبي. ها يبقى سي نيفر ميكس منفيه نحل بالاثبات ده هو لم يرتكب اخطاء سخيفه أليس كذلك؟ نيفر ميكس ميكس عشان هي ونخد المنفية عشان هو حل سؤال مزيل مثبت ليه داز هي. 61 ريز يرفع من مستويات المعيشة الأولى عشان عايزة مفعول. 2 آد آد ذا ريكويست كطلبا من شخص. آد ذا ريكويست أوف كطلبا من المعلم. آد ذا ريكويست أوف. 3 إنكريز هناك زيادة في المبيعات. آخر 3 4 كلمات في 63 gain a lot of aim profit يحقق ربح كتير يحقق ربح كتير. وقلنا إن gain ممكن تيجي مع الفلوس لو كان ميراث تمام. 64 قلبنا الصفحة. 164 hard work results in يتسبب في النجاح. 65 a 10 minute a رقم مفرد اسم العبارة الوصفية أو الزمنية أو الرقمية اللي هي الأخيرة. 65 الأخيرة. 66 بي تمام بيقول لك امباكت كلمة امباكت تعني إيه؟ انفلونس تأثير. 67 بوزيتيف تمام يا جماعة بيقول لك افري داي سبورت رياضة ليها تأثير إيجابي. بي 68 هاو دو يوجوال ها برين ستورم ايدياز ازاي تعمل عصف الأفكار وتجميع لمعلوماتك قبل ما تكتب. في اللحظه دي انتهى الواجب. شد حيلكم الاسبوع القادم ان شاء الله قاعده مهمه جدا اخر قاعده في الترم وتحديد خطه المراجعه وعلى طول هنبدا في كتاب المراجعه ان شاء الله الاسبوع القادم ايه بالنسبه للواجبات بتاعته. شكرا وبالتوفيق ونتقابل ان شاء الله الاسبوع القادم مع واجب الحصه 22 واجب جديد لحصه جديده وان شاء الله تكون المعلومات مفيده. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.